تعالوا نروح لرسائل جماهير النادي الأهلي قبل مباراة ريال مدريد، وكمان نتعرف على جانب من آرائهم في أداء النادي الأهلي عموما في كأس العالم للأندية هذا الموسم حتى هذه اللحظة. تعالوا نتابع، تفضل. احنا نتوقع ان يكون اداء النادي الاهلي امام ريال مدريد اداء مشرف، وده ان شاء نتيجه يعني المباريات السابقه والمدرب واللعيبه والروح والاداره والكابتن الخطيب موجود معاهم بيديهم برضو طاقه ويديهم حماس شديد. فاحنا متوقعين ان شاء الله ان احنا نقدم اداء كويس جدا قدام ريال مدريد ونصل الى النهائي ان شاء الله. الحمد لله ان احنا كسبنا امبارح الفريق الامريكي. انا عارف الفريق الامريكي عنده كان عنده سرعات جامده جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب عليه. اما ان شاء الله ريال مدريد ربنا يسهل، ومباراه صعبه جدا جدا جدا. المفروض ان احنا يعني الشوط الاولاني ندافع لحد ما نعرف الظروف ايه، والشوط الثاني بنهاجم باذن الله، ربنا يسهل ونكسب الماتش. الحمد لله النادي بتاعنا كسب الفريق الامريكي امبارح، وان شاء الله يوم الاربعاء نهزم ريال مدريد، والنادي الاهلي اقوى فريق في افريقيا والعالم ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. الحمد لله على الفوز، وكان متوقع وكان منتظر. اداء النادي الاهلي كان اداء متوازن، كولر عنده رؤيه عن الفريق الامريكي انه فريق عنده فتنس عالي، فلعب بطريقه متوازنه. بالنسبه لمباراه ريال مدريد، انا اتمنى من لعيبه الاهلي انها تؤدي اداء متوازن. اولا الماتش بتاع امبارح كان الشوط الاولاني مش بتاعنا، اما الشوط الثاني فبدانا ان احنا نشتغل، وكان كولر كده شغال براحه قوي لدرجه ان احنا قلنا هيبتدي يعمل الشغل بعد الدقيقه 20. نتمنى بقى مع ريال مدريد نرجع تاني زمان ايام كده ونغلبهم زي ما غلبناهم هنا 1-0، نغلبهم هناك من 1 لغايه 10، ايه المشكله يعني؟ ماشي بشكل كويس قوي قوي قوي، والولاد رجاله خالص. وعايز اقول لكولر انك لعبت بطريقه ذكيه جدا. ريال مدريد فريق قوي، وطبعا عنده حاجات مش عند اي فرقه تانية في العالم، انما احنا نصيبنا ان احنا نقابله. احنا كسبناه قبل كده في ماتش ودي، ها ايه المانع ان احنا نكسبه في ماتش رسمي؟ طبعا مبارك الاهلي مباركه كبيره جدا، وان شاء الله يعني يكسبوا طبعا، وعشان ريال مدريد فرقه جامده جدا، ويعني يجهزوا نفسهم وينشافوا كده رجاله، وان شاء الله يكسبوا. الف الف مبروك، احنا كنا مبسوطين قوي واحنا بنتفرج على الماتش الحقيقه الحمد لله، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يوم الاربعاء يعني يفوزوا باذن الله. احنا على فكره مش عندنا اصلا القناه خالص، بس احنا ننزل مخصوص انا والولاد ان شاء الله عشان نتفرج باذن الله، واتمنى لهم التوفيق. الحمد لله انهم كسبوا في الجون ده في الدقيقه 88، يعني قبل الماتش من دقيقتين، وحاجه فرحه يعني. وبتوع المغرب دول يشكروا الجمهور المغربي. المفروض ان احنا نستعد معنويا وروحيا ونفسيا، وما نخافش من ريال مدريد. ريال مدريد فرقه جامده اي نعم، بس احنا ما نخافش، بنحطه في حطينا كده، ما ننزلش الملعب واحنا خايفين من ريال مدريد. ده ريال مدريد، ايه يعني ريال مدريد؟ ما احنا سيبنا بنفيكا قبل كده.